الله تعالى يخاطب الشيطان الأكبر إبليس يعني في سورة الحجر آية 35 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين تدرون شنو جريمة الشيطان كانت الشيطان حسب الظاهر مؤمن بالله سبحانه وتعالى شوي دققوا في هذه النقطة الشيطان مؤمن بالله تعالى حسب الظاهر يعني كان يسجد لله سبحانه وتعالى، كان مع الملائكة. لعله كان رئيسا في الملائكة، فما كان عنده مشكلة مع الله سبحانه وتعالى، حسب الظاهر. مشكلته دققوا في هذه الكلمة، كانت مع حجة الله. من حجة الله؟ آدم. الله قال له: اسجد لحجتي. قال أنا ما أسجد يعني المناد والمحاد والمضاد مع حجة الله تعالى من جعله الله حجة هذا يورث اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إلى يوم القيامة لاحظوا العناوين المختلفة افراد، مجموعات، عناوين كلية، اسماء جزئية شخصية. وفي ايه اخرى الله تعالى يقول: هذه ايضا فيها نكته لطيفة، الله تعالى يقول لابليس: استكبرت ام كنت من العالين. هل فكرتم ما هو معنى العالين؟ استكبرت من السجود تكبر تجبر ام كنت من العالين من هم العالون يبدو انه كان هنالك جماعه في مرتبه اعلى وهؤلاء كانوا مستثنين من هذا الامر الالهي لان مقامهم اعلى من السجود لادم ام كنت من العالين من اولئك. من هم اولئك العالون في الروايه الكريمه المذكوره في تفسير البرهان وغيره انهم خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله وامير المؤمنين والصديقة الكبرى فاطمة والحسن والحسين، هؤلاء كانوا انوارا في سرادق عرش الله، هل انت من هؤلاء حتى لا تسجد لادم لان مقامك اعلى من مقام ادم او انك تستكبر على الامر الالهي؟ لانه ناد حجة الله وضاد حجة الله شملته اللعنه. يعني مو لازم واحد يكون كافر حتى تشمله اللعنه، حتى اذا واحد مسلم في الظاهر ولكنه ضاد الله فيمن عينه تشمله اللعنه الالهيه. في سوره الاسراء ايه 60 الله تعالى يقول: والشجرة الملعونة في القرآن، هي عائلة ملعونة، شجرة، عائلة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، بعض يعتقدون أن هذه الرؤيا تتعلق بالمؤتمر الأول الذي عقد. الرؤيا كانت تتعلق بذلك المؤتمر. والشجره الملعونه في القران بنيت على ذلك المؤتمر، من نتائج ذلك المؤتمر. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران، شوفوا تفاسير، لاحظوا تفاسير الشيعه والسنه. ذكروا ان هذه الشجره هي بني اميه، عائله بكاملها من اصلها وفرعها وجذورها واغصانها واوراقها كلها ملعونه، طبعا الا افراد قلائل فيه هؤلاء خرجوا من هذه اللعنه، فاذا احنا في زياره عاشوراء قلنا أو في غيرها اللهم العن بني أمية قاطبة هذا بالقرآن موجود